الزهرة مع الدكتورة زهرة المعبي وحسن شاهين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات ومع برنامج كوكب الزهرة الحلقة رقم 15. الضيفة الدائمة للبرنامج الدكتورة زهرة سعد المعبي، المستشارة الأسرية الكبيرة الخبيرة في مركز عين اليقين بجدة. أهلا بك دكتورة، كنت تقولي في الحلقة اللي قبلها وكل كلمة تقوليها نمسكها ونحاول أننا نغوص فيها، كنت تقولي المراهق هذا إنسان عظيم جدا. أنا أهم شخصية عندي، لأنه هو هذا المراهق اللي إحنا بنجاحه نحدد تصدق خط مساره، لأنه يا إما أنا أخذ بيده وأنمي فكره وأوجهه توجيه سليم ويطلع من الناشئة. إنهم فتية، أيوة إنهم فتية، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أنا لا أستنقص بقيمة هدول المراهقين الصغار، ترى بيطلعوا عباقرة منهم بدون يعني بيلفتوا النظر وبيبهرونا، أو إني أنا أخلي اتجه التوجه الآخر اللي هو الـ 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 الانحرافات الفكرية وبعدين الصحبة السيئة وإلى آخره. فأنا هنا خط المسار، أنت تعرف هرم ماسلو في الاحتياجات الأولية وإلى حاجاتنا إلى أن نصل إلى آخر الهرم، آخر الهرم اللي هو التقدير، حاجتنا إلى التقدير. ومين هم؟ أي فئة اللي محتاجة للتقدير؟ مو أنا وإنت، لا لا لا، احنا الحمد لله رب العالمين اجتزنا هذه المرحلة وما احنا محتاجين. لا، انا المراهق هذا اللي هو محتاج التقدير، محتاج اني اجله واكبره واكبره امام نفسه امام المجتمع. ولازم الاب يوقف يقول هذا ولدي الفلان الفنان، ولدي المبدع، ولدي المستقبل، انا بعول عليه امال كبيرة، هذا خليفتي ولي عهدي، هذا مدري ايه، هذا ابو الاولاد، ابو العيال، ابو معرفي، هذا الرجال الفنان، هذا وكيل الوزارة في المستقبل، هذا العالم، هذا العلم، ينفخه. وما في حاجة لما أنت تعطي ولدك ثقتك الكاملة، ترى ما أنت خسران حاجة، تقدمه في المسجد قدام الناس كده، تروح تبى تعزي في العزة، خدوهم معاكم، خدوا أولادكم معاكم، الشباب هذولا الناس خليه يتعلم كيف الناس في العزة كيف تتصرف، في الأفراح كيف تتصرف، في المناسبات الاجتماعية، في كيف تتكلم. مو أولادنا للأسف أسكت، أنت ما تعرف شيء، أنت صغار، أنت ما تفهم إيش قاعد رفع. لا، أقدمه وأشجعه وأعطيه أزود من ثقته بنفسه. من هذا السن يطلع الشاعر ويطلع المبدع ويطلع الفنان ويطلع المبتكر ويطلع المهندس ويطلع تشوف الفخامة اللي موجودة في شخصية المراهقين هذول. أنا والله يا دكتورة أول مرة أعيش نظرة النظرة العجيبة للمراهقين، كنت أحسبهم كارثة، لكن والله أنا حوقف هنا وحنكمل اللقاء القادم ونركز على موضوع التقدير يا دكتورة اللي انت قلتي أعلى شيء. بس نوقف، احنا نوقف الآن يا إخوة ونلتقي في اللقاء القادم في أمان الله. فأمان الله.